السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا احنا بقالنا كام يوم كده ما بننزلش اي فيديوهات عن السمان او الفراخ او حتى اي حاجة. طبعا الفيديو بتاع النهاردة هو عامة مفهوش حاجة، بس غير شوية تطورات كده، وحابب برضو ان انا اخد رأيكم في شوية حاجات. بمعنى صح ممكن نقول ان الفيديو ده كده فضفضة او تفكير مع النفس. مثلا طبعا احنا وقفنا كتير في القناة هنا، والناس اللي متابعة القناة من البداية خالص عارفين ان احنا وقفنا كتير جدا، وكل شوية بنشتغل ونقف وبنشتغل ونقف وهكذا. طبعا احنا الفترة اللي فاتت كنا بنعمل شوية حاجات كتير، وعملنا الأزولة وعملنا التجارب عن الفراخ البلدي والفراخ الجميزي والشغل ده كله. طبعا احنا كنا في فيديو كنت منزل فيه ان اللحوات بتاعت الأزولة باظت، وانا بصراحة زهقت منها، وفعلا زراعتها مقرفة ومشاكلها كتير، وانا بصراحة تعبت من حوار الأزولة ده وعلى الفاضي. فعلشان كده انا قررت ان انا اهد اللحوات دي تاني، مش عايزها خالص. من ساعة ما بدأت ان انا اعمل شغل الصناديق الجديد او شغل البطاريات الجديد، الشغل ده جدا فرق معايا الفترة ديت. الحمد لله في حاجات كتير من البطاريات اللي احنا عملناها اتباعت، بنعمل اشكال جديدة، بنعمل حاجات بطريقة مثلا مش حديثة، يعني بنحاول ان احنا نخلي الحاجات اللي هي امكانيات ضعيفة نخليها مثلا بشكل شيك في الاخر. طبعا الحوض دي تعالي العوض فيها، احنا بنهد الليلة دي كلها وهنبدأ نظبط الارض بتاعتنا بطريقة تانية وبشكل جديد. يعني ان شاء الله كل اللي قدام حضراتكم ده انا همحيه خالص، مش عايزه ولا العشاش اللي في الوش ديت ولا الخشب ولا الكلام ده. ان شاء الله ناوي باذن الله تعالى ان انا احول الارض دي كلها يبقى زي الجزء اللي احنا شايفينه ده. وطبعا الحمد لله لقيت نفسي فاشل في الزراعه، ما عرفتش ازرع، او بمعنى اصح الارض غير صالحه للزراعه، كلها حصو وطين وكده، فمش نافعه خالص في الزرع. فانا قلت بلاش زراعه خالص، وخلينا نساوي الارض الاول على الوضع ده، حتى من غير ما نهد العشة اللي في الوش ديت نسيبها دلوقتي لحد ما نساوي الأرض كلها، ونبقى واقفين على العشة اللي في الآخر دي. طيب احنا هنعمل ايه في الأرض؟ وانا الحمد لله لحد دلوقتي مش عارف انا ممكن اعمل ايه فيها، بس ممكن في آخر الفيديو اقول لكم انا هعمل ايه في الأرض، يعني او ايه الفكرة اللي في دماغي ان انا ممكن انفذها هنا. طبعا انا بحابب ان انا اشارك معاكم بس الأفكار مش أكتر. طبعا انا زي اي حد عايز يعمل مشروع، وطبعا مفيش مشروع بيتعمل بطريقة سهلة، لازم تقع وتقف وتقع وتقف. هو الرك في الليلة دي كلها او المفيد ان انت طول ما انت قدامك هدف وشايف ان انت صح وشايف ان انت هتنجح كمل. انت مقلق من جواك اعرف ان انت هتفشل. انا الحمد لله مفيش حد اعرفه الا ما يقول لي انت فاشل، عشان كده انا بزداد ان انا اكمل. حاليا الحمد لله فضل لك يا رب، ما عنديش اي حاجة مربيها، معايا الستر طبعا ده افضل نعمة، ما معناش حتى اي حاجة ان احنا ندخلها، ولا فراخ بلدي ولا فراخ بيضة ولا حتى سمان. العملية مخرفة خالص. طبعا ده شغل جديد انا عملته، هو برضو بطريقة سهلة يعني مش صعبة، بس برضو هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع البطارية ده في وصف الفيديو، لان مش منزله على القناة دي، انا منزله على قناة البطاريات يا جماعة. وبرضو قصة ان انا بعمل قنوات كتير ديت انا ليا هدف فيها، وهتعرفوه بس في الوقت المناسب مش دلوقتي. والله احنا لحد دلوقتي الحمد لله فاشلين في مجال الطيور بصفة عامة، يعني مجال الدواجن بالنسبة للناس اللي تعرفني كلها الحمد لله وفضل لك يا رب كلهم بيقولوا ان انا فاشل. انا الوحيد اللي شايف ان انا صح، شايف ان انا هنجح، وعندي ثقة مش عمياء، ده ثقة ما فيهاش نقاش 1% ان انا ممكن افشل. رغم ان كل الناس والله العظيم ما بكذب، كل الناس اللي تعرفني لو ما كانش بيقول انت فاشل فباينة في عينيهم
ومن ضمنهم ناس قريبة مني، يعني مش ناس غريبة. لا ده أحلى حاجة إن أنا ببقى شايف الدنيا حواليا رايحة فين. يعني عامة مبسوط والله، مبسوط إن الناس كلها بتقول عليا فاشل. أنا مبسوط فاشل يا جماعة، اللي مطلع من اللا شيء شيء، اللي مطلع من اللا حاجة حاجة. أنا عملت الحاجات ديت من لا شيء والله، عملت الحاجات ديت بطريقة معلش هي كانت عايزة صبر مش أكتر، عايزة واحد ما عندوش إمكانيات زي حالاتي، عايزة واحد ما معهوش فلوس زي حالاتي. ليه بقى؟ أقول ليه؟ لأن أنا في البطارية اللي على اليمين ديت أنا حطيت فيها سلك، فالسلك ده جبته بفلوس. البطارية اللي على الشمال ديت أنا ما كانش معايا فلوس إن أنا أجيب سلك، فعشان كده فكرت ان انا اقفلها بطريقة تانية، والحمد لله النتيجة قدام حضراتكم. يعني انا انتوا اللي لكم الحكم في الموضوع ده، معلش وما تاخدش يعني ما تزعلش من طريقة الكلام، انا بتكلم بعفوية ومش مرتب للفيديو ولا بعمل سكريبت ولا بعمل الكلام الفاضي اللي هما بيقولوا عليه ده. كلام طالع مرة واحدة كده، بحاول ان انا انسقه عشان ما نتوهش بعض. ده الجديد، وطبعا احنا شفنا الحضانات في اول الفيديو. يا جماعة صح نسيت، انا ناوي ان شاء الله يعني الفكرة بتاعتي ان انا اخلي الارض كلها بنفس الرصة كده، نقعد نحط بقى بطارية جنب بطارية بقى، يعني الشوية اللي قدامنا دول النص اللي على اليمين اللي بايظ ده انا هسويه زي النص اللي على الشمال، وبعد كده بقى نبدأ نرص فيه بقى بطارية بطارية. طبعا البطارية اللي هعملها كل بطارية هتبقى غير التانية. ليه؟ لأن أنا بحب التنوع، بحب التجديد. اللي ما يعجبكش يعجب غيرك، واللي ما يعجبش غيرك يعجبك، واللي ما يعجبكش برضه هيعجب ناس تانية كتير. وإن شاء الله بقى الموضوع هيبقى ماشي معايا تجارة. يعني إيه تجارة؟ يعني اللي هيعجبه حاجة يجي يشيل على طول. طبعا مش دلوقتي عشان ما نقولش يعني ان احنا بنفتح على الرابع، لا ده على الله حكايتنا، لسه بدري لما نملاها بس، او نملى الجنب اللي على الشمال ده الاول. طبعا الجنب ده لوحده عايز حوالي 15 بطارية، وعامة احب ابشركم ان 15 بطارية هنعملهم الفترة اللي جاية. احنا وقت ما بنوقف شغل السمان او الفراخ، طبعا احنا بنوقفه لظروف لا ارادية مش بمزاجنا، احنا مش حابين ان احنا نوقف الشغل. احنا كده كده اصلا راجعين لشغل التوزيع السمان تاني من عمر يوم، ولو في حد من حضراتكم محتاج سمان عمر يوم يتصل بيا على طول، ان شاء الله عندي دفعة يوم الاثنين اللي جاي. انتظروا شغل جديد، احنا هنعمل شغل جديد بخصوص الخشب القديم. انا كل ده بحاول ان انا ادخل الخشب القديم في الخشب الجديد عشان اطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه. عايز احول الخشب ده من لا شيء لشيء. كل ده هنفكه ان شاء الله وهنشوفه بطريقة تانية وجديدة. انا بس كنت مخنوق شويتين عشان في ناس بتقول لي انا فاشل والله، فحبيت ان انا اصور الفيديو ده وحبيت ان انا انزله. طبعا احنا لسه ما دخلناش اي دفعات، بس ان شاء الله هندخل ما دقت الا ما فرجت. السلام عليكم.